جدا. كان ناقد لاذع كان او حاد يعني، كان فعلا زي اي اب يعني، حس ان انا ابتديت انجح الحمد لله يعني، اذا كنت نجحت يعني، ابتدى يحس بالحاجه. بس الفرق بقى هنا ان ولادي حبوا يشتغلوا المهنه دي، انا رفضت تماما. يا سلام. مش ليه؟ مش هيقدروا المجهود اللي انا عملته. بص، مفيش حد بينجح من غير ما يذاكر ويتعب قوي قوي يعني. انا عشان اكتب انا بقوم الساعه 6 7 الصبح، اقعد 4 5 ساعات اقرا العالم كله في كل حاجه، وبعدين ابتدي اكتب المقاله اللي انا بكتبها يوميا. مجهود ذهني جبار يعني. الجيل الجديد ما بيقراش مقالات، ما بيقراش جرايد، ما بيقراش كتب، بس بيقراها على السوشيال ميديا وبيقراها على المواقع. يقرا البوست. لكن لما تبقى مقاله من 500 كلمه ما بيقدرش يقراها. يعني غالبا ما بيقراهاش يعني. ما احنا كده مش هيطلع عندنا صحفيين بقى. لو كل صحفي كبير فكر ان اللي جايين دول مش هيقدروا يتعبوا قدو. هقول لك حاجه، اي انسان في اي مهنه مهما كانت ابسط مهنه، هو انت ممكن تبقى عايز تبقى الثاني او الثالث، ولا عايز تبقى الاول؟ الاول طبعا. اللي بيبتدي انا بتكلم بشكل عام طبعا، المهندس، الدكتور، في اي مهنه، لو في كل مهنه وكل مصري بيبتدي من اقل مهنه لاكبر مهنه، انت بتشتغل عشان تبقى الاول. لو كل مصري بيشتغل عشان يبقى الاول، احنا هنبقى كوبا، وهنبقى قصدي كوريا، وهنبقى اليابان، وهنبقى امريكا. لكن لو كل مصري بيشتغل عشان اهو بيشتغل وخلاص، في قيمتين في الحياه، الفلوس والنجاح. اللي بيشتغل على قيمه النجاح هتجيله فلوس بس في الاخر. صح. اللي بيشتغل على الفلوس، قيمه الفلوس، هتجيله فلوس ممكن بسرعه، بس مش هتفضل لانه بليد. صح. عمل عمليه حلوه، اخد فلوس، خلاص. ضربة حظ. لكن القيمة بتاعت النجاح هي دي القيمة اللي بتعيش. مش ممكن تنجح، اصل احنا بنخاطب رأي عام. اوعى تفتكروا ان الناس هتحب حد، او يعني تقرا لحد، او تسمع لمطرب معين، او تسمع او تشوف فيلم النجم لمجرد انه ابن فلان ولا لا لا لا. عبد الحليم حافظ لو كان عنده ابن وغنى وصوته وحش، مش هيستمر في الغنى ده اكيد. طب واشتغلوا ايه ولاد حضرتك؟ واحد مش عايز يشتغل في الصحافه خالص. واحد اشتغل في مجال الرياضه بس ماركتنج، شركه كبيره. والتاني بيشتغل عمل شركه، وبيشتغل برضه في مجال الرياضه بس شركه خاصه يعني، مش عايز مش عايز يبقى موظف يعني. برضه ده جزء من الجيل ده معظمه. بس برضه الرياضه هنا ما بين قوسين يعني موجوده. بس هو بيعمل حاجه مش ما فيهاش بقى كتابه، مش فيها، بس بياخد رايي في بعض الحاجات.